أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد. لما يقول لنا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء جمع ايه يا ابني؟ الآلاء دي هي النعم، لكن جمع ايه؟ اما جمع الو وآلاء، كشلو واشلاء، واما جمع الى كامعا وامعاء. والمقصود النعم طبعا. طيب الكلمه اللي جيناها امبارح في الالوسي، ما اعرفش انتبهتوا لها ولا لا، لما نقول لك لما عبر بالتكذيب دون الكفر مثلا، يعني ما قالش فبأي آلاء ربكما تكفران، إنما قال تكذبان. الشيخ قال فيها إيه؟ عبر بالتكذيب ليه؟ كأن هي نفسها بتشهد، وأنت عندما لا تأخذ بها ولا تشكر مقتضاها وتكفر بها يبقى بتكذبها. طيب ماشي، خلاص كلنا بقى اللي احنا واقفين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الانسان من صلصال كالفخار. طيب. تمهيدا للتوفيق على اخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاته كل واحدة من الثقلين. طيب. والمراد بالانسان ادم عند الجمهور. ادم عند الجمهور، نعم. وقيل الجن، وسار ذلك لأن أباه مخلوق مما ذكر. يعني لما يقول لنا خلق الإنسان، يا ترى قال للعهد؟ قال للعهد الذهني والمعهود هو الإنسان اللي هو آدم عليه السلام. قلنا لكم زمان ولا نقول تاني إن النحويين يسمون مثل هذا العهد، العهد الإيه؟ الذهني. أما البيانيون فلا يسمونه العهد الذهني، وإنما يسمونه العهد العلمي. العهد العلمي. ويقولون إن العهد العلمي إما أن يكون حضوريًا أو غير حضوري، يعني يبقى عهد علمي بس. إن كان حضوري يقولوا عهد علمي حضوري، وإن لم يكن حضوريا يقولوا عهد علمي فقط، ما يسموش عهد ذهني. إنما العهد الذهني عند البيانيين هو قسم من أقسام آل الجنسية. ها؟ يعني بنقول ايه؟ البيانيون وهم ادق في هذا يقولون ان كان المعهود حاضرا يبقى اسمه عهد علمي ايه؟ حضوري. قربوا للمعهود للمخاطب جاء الآن، فبيقول له جاءك الرجل يعني. يبقى ده اسمه عهد علمي ايه؟ حضوري. إذا كان بيتحدث عن رجل معروف له ولكنه لم يأتي، وبيقول له ايه؟ قال لي الرجل كذا وكذا، والمعهود معين معلوم، يبقى اسمه عهد ايه؟ علمي. طيب. والعهد ده اما صريحي او كنائي، مش موضوعنا الكنائي ده. طيب آل الجنسية بقى تنقسم لثلاث اقسام. يعني آل العهدية
قسمناها الى علمي وعلمي حضوري. والى عهد ذكري، يعني شوف ازاي، الى علمي وذكري، والعلم حضوري وعلمي فقط، الذكر نفسه صريحي او كنائي. يعني العهد قسمين، ذكري وعلمي، وكل منهما قسمين، الذكري صريحي او كنائي، العلمي علمي فقط ولا علمي ايه؟ حضوري. طيب قال الجنسية بقى ثلاث اقسام. ما يراد به الحقيقة بغض النظر عن الافراد مطلقا، كقولهم اهلك الناس الدرهم والدينار، وقولهم الرجل افضل من المرأة، فدي يراد منها الحقيقة بغض النظر عن الافراد. فمن الممكن يبقى فيه امرأة افضل من الف رجل، يبقى دي يراد منها الحقيقة الماهية من حيث هي. طيب ما يراد به استغراق الافراد الشامل لجميع الافراد، وده زي مثلا وخلق الانسان ضعيفا، كل انسان خلق ايه؟ ضعيفا. وزي ما تقول خلق الله الانسان او الناس او الجن او الملائكة الكل، فسجد الملائكة كلهم اجمعون الكل. طيب يبقى ده يفيد استغراق جميع الافراد. ما يراد منه فرد واحد شائع، فرد شائع في الجن، زي ما تقول له اذهب الى السوق واتني بكذا، والبلد فيها كذا سوق، انت مش قصدك سوق معين، اي سوق كان، اي فرد من افراد الاسواق، لا تقصد سوقا معينا. فدي بقى يسموها ايه؟ العهد الذهني. البيانيون يسمون مثل هذه العهد الذهني. يبقى العهد الذهني حاجة والعلمي حاجة ثانية. العهد العلمي قلنا ده يبقى اصطلاح مين؟ البيانيين، وده قسم من العهد فعلا. اما العهد الذهني ده فالبيانيون يجعلونه قسما من افراد الجنس، من اقسام الجنسية، وذاك حين يراد الفرد الايه؟ الشائع في جنسه. طيب لما يقول لنا هنا بقى خلق الانسان والمراد ادم، يبقى ده للايه بقى؟ ده للعهد العلمي عند البيانيين. وعرفنا ان النحويون يسمون مثل هذا العهد الايه؟ الذهني. طب لما يراد الجنس، لما يراد الجنس يعني نقول ايه؟ خلق كل انسان، يبقى الاستغراق ولا الحقيقة؟ اما نقول الاستغراق يبقى خلق ادم معروف، خلق من صلصال كالفخار. طب وابناؤه، هل ابناؤه ايضا خلقوا من صلصال كالفخار؟ بوصفه اباهم
وفيهم عنصر حتما منه، يبقى يصدق ان احنا نقول خلق هذا الجنس كله من صلصال كالفخار. اما ان يراد بقى الحقيقة او يراد الاستغراق، يصلح هذا وذاك. وايا كان تبقى قال ايه جنسية، ما تبقاش للعهد الايه لا تبقى للعلم ولا الذهن هنا، بل تكون ايه الجنسية، اما مرادا بها الحقيقة او مرادا منها الايه الاستغراق. وما يصلحش ان يراد الفرد الشائع هنا، لان مش مفروض المقصود اي انسان بقطع النظر عن الباقين، لا. فقول لنا بقى كلام بتاع الشيخ الألوسي، بيقول لنا بقى ايه المراد منه آدم عند الجمهور. نعم. والمراد بالإنسان آدم عند الجمهور، وقيل الجن. طيب. وسبب ذلك لأن أباه مخلوق مما ذكر. طيب. والصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة. ماشي. وأصله كما قال داروين ترسل الصوت من الشيء اليابس. طيب. ومنه قيل صل المسمار. صل المسمار. الله، يصلوا المسمار دي يعني. الله، يا حاجة غريبة. وقيل هو المنذر من الطين، من قولهم صلى اللحم. أيوة. وكأن أصله صلال. قلبت إحدى اللامين صادا. وكأن أصله صلال. صلال. يعني صلصال كأن أصله إيه؟ صلال. فقلبت اللام ايه؟ صلصال. ايوه كده. ها. ويبعد ذلك قوله سبحانه كالفخار. وهو القدر. يبعد ذلك اللي هو ايه؟ اللي هو ايه يا اولاد؟ لا، ايوه كده. دلوقتي هو جاب لنا بصوره التمريض، وقيل هو من صلى اللحم اذا انتج. لا، يبعد ذلك قول الله كالفخار، لان الفخار مش منتج، ولذلك يبقى ايه من صلى الشيء اذا صدر منه صوت ليبوسته، من صلى المسمار اذا اصدر صوتا وانت تدق عليه يعني. طيب، وبعدين كالفخار وهو القدر، اعني ما احرق من الطين حتى يتحجر. طيب. وسمي بذلك لصوته اذا نكر. طيب. كانه تصور بصوره من يكثر التفاخر. يعني ده يعني تعليل لتسميه الفخار فخارا وامثال هذه يا اولاد، يعني بيقولوا عليها ايه؟ نكات كالوردة تشم ولا تفرك. يعني هل الواضع لما سماه فخار لمح انه يفخر؟ يعني مسائل على كل حال، انما اي نكتة للتسمية وخلاص. نعم. وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب، جعله طينا ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا، فلا تنافي بين الآية الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين. ماشي. وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرض البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقى كده وخلاص. طب وبعدين؟ ها. وخلق الجان هو ابو الجن وهو ازيل، قاله الحسن. وقال مجاهد هو ابو الجن وليس بازيل. طيب. وقيل هو اسم جنس شامل للجن كلهم. هذا الافضل. هذا الافضل. من مارن
من لهب خالص لا دخان فيه. طيب. كما هو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هو اللهب المختلط بسواد النار. طيب. أو بمضرة وفطرة ومضرة. طيب. كما روي عن مجاهد من مرض الشيء إذا اضطرب واحترق. مرج الشيء من مرج الشيء أو كده. ومن لابتداء الغاية. يعني ما يقول إيه؟ خلق الإنسان من صلصال، ويقول وخلق الجن من مارج، يبقى يقول لك من إيه؟ لابتداء الغاية، يعني ابتدأ خلقه من كذا. طب وبعدين؟ معنى ابتداء الغاية، معنى الغاية يعني عندما تكون من ابتدائية مضادة لإلى التي تفيد الانتهاء، يقول من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية. يعني معانا دلوقتي ما يبتدأ منه وما ينتهى إليه، والغاية بينهما، فابتدأت من وانتهت بإلى. نعم. من نار، وقوله تعالى من نار بيان لمارد والتنكير للمطابقة، ولأن التعريف لكنه عليه. ايه؟ اصبر عليا، هو فينا غلطة وكنا صححناها مرارا لمن قبلكم، بس تاه عني التصحيح، اعوذ بالله. مش حد كان معانا السنه اللي فاتت؟ كنا صححناها بايه دي يا سيدي؟ لقمه ايوه، بس مانيش قول تاني العباره كده بقى. ولان التعريف لقمه عليه، فكانه قيل خلق من نار خالصه او مختلطه على الاختيار. قول بس تاني من اول، من نار. من نار بيان لمارد. والتنكير للمطابقه. ايوه. ولان التعريف لقمه عليه، فكانه قيل خلق. يعني يا اولاد دلوقتي، خلقه من مارج من نار. لما يقول من نار، هذا التنكير طابق مارج، طابق ايه؟ مارج، لان مارج ايه؟ منكر زي ما احنا شايفينه. فخلقه من مارج ليس من مارج مخصوص معرف معهود، انما هو مارج، اي مارج اختاره الله تعالى خلق منه. طيب هذا المارج هل هو ايضا من نار مخصوصة، ولا برضه من اي نار شاء الله ان يخلق منها؟ هو كده، ولذلك التنكير هنا يطابق مارج، يعني لم يتعلق الشأن والأهمية بمارج مخصوص، عشان تقول مثلا لما خلق الله من هذا المارج دون غيره، ومن هذه النار دون غيرها. ليس هذا مما يتعلق به فائدة أصلا، ولذلك برضو يقول لك من تراب، ما قالش من التراب، مش تراب معين ولا مخصوص ولا كذا، تراب أي تراب، برضو من طين، ما قالش طين مخصوص الطين. فصح كده لما قال لنا من مارج، اللي يتطابق معاه بقى نار. لو قال من النار
من مارج من النار. هنا يبقى فيها لكنة. اللكنة تيجي ازاي؟ اولا حددت نار معينة، ثانيا المارج لا يكون الا من نار، فما جدوى ان تعرفني ان المارج من النار. ما هو المارج لا يكون الا من النار، انما لو قال لنا من مارج من نار يبقى بيان للمارج بما يطابقه منكرا. نعم يا سيدي. معنى لكنة زي نحن كده. لكنة يعني زي كأنها كان هودك، يبقى كلام زي الأعجمي، كلام لا يطابق يعني لا ينسجم مع نكات العربية وبلاغتها. نعم. ودود جعل من فيه الابتدائية. برضو جوز جعل من فيه ابتدائية، من مارج مبتدئ من النار. انتوا عارفين قلنا ايه علامة من البيانية؟ لما تكون من للبيان علامتها ايه؟ ان يصح الاخبار بما بعدها عما قبله. فتقدر تقول المارج نار، يبقى من بيانية. من الابتدائية معروفة، خلاص من بارد مبتدئ من نار. ايوه ان كان فيه بقى دخان لهب خالص مش عارف، انما ابتداءه منين؟ من نار. نعم. فالتنكير لانه اريد نار مخلوقة متميزة من بين النيران لا هذه معروفة. ده الكلام ده لما تكون ايه؟ لما تكون يعني من ابتدائية، هذا يكون هو الصادق. طيب وبعدين؟ وأيما كان، ولكن ليس هناك دليل يدل على أنها نار مخصوصة لا أنها النار المعروفة. نجيب الكلام ده منين؟ ليس هناك ما يدل على هذا بالمرة. نعم يا سيدي. وأيما كان فالمارج بالنسبة إلى الدار كالتراب بالنسبة إلى الإنسان. طيب. وفي الآية رد على من يزعم أن الدين مجردا. أظن ما فيش مراوح في الفصول دي ولا فيه؟ ها؟ بتقول إيه يا ابني؟ شغالة بالعافية إزاي مش فاهم؟ يعني ما بتقواش؟ عليها يا ابني. نعملها على الاخر كده. قول يا ابني. فبأي آلاء ربكما تكذبان مما أثار عليكما في تضاعيف خلقكما من ثواب النعم. طيب. رب المشرقين ورب المغربين. نعم. ما هو الشيخ بين لك يا ابني الكلام ده. قال لك الاول هو من تراب، وبعدين التراب تحط عليه ميه بقى طين، وبعدين الطين ترك الى ان انتن بقى حمى مسنون، وبعدين يابس وكذا بقى صلصال كالفخار. فما فيش تنافي، يعني كل آية تحدثت عن طور من أطوار الخلق. بعد الانتراب اتكلمت عن الطور الأول، طين هذا الطور الثاني، حمأ مسنون ده الطور الثالث، صلصال كالفخار ده الطور الرابع والأخير. أطوار خلق الإنسان. نعم يا سيدي. رب المشرقين ورب المغربين خبر مبتدأ محذوف، أي هو ربه إلى آخره. طيب. أو الذي فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة، رب مشرقي الشمس صيفا وشتاء ومغربيها، ك
كذلك على ما أخذه جماعة عن ابن عباس وهي عن مجاهد وقتادة وعكرمة أن المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف والمغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف بدون ذكر الشمس. وقيل المشرقان مشرقا الشمس والقمر والمغربان مغرباهما. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشرقين مشرق الفجر ومشرق الشفق والمغربين مغرب الشمس ومغرب الشفق. وحكى أبو حيان في المغربين نحو هذا وفي المشرقين أنهما مطلع الفجر ومطلع الشمس. والمعول ما عليه الأكثرون من مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. بالضبط كده. ومن قضية ذلك أن يكون سبحانه رب ما بينهما من الموجودات. وقيل إذا كان رب المشرق والمغرب، طب واللي بينهم؟ يعني الإحاطة بالطرفين، ذكر الطرفين يفيد الإحاطة بما بينهما. نعم. من قضية ذلك وقيل رب مبتدا والقمر قوله تعالى مرج إلى آخره وليس بذلك. تمام كده. وقرأ أبو حيوة يعني رب المشرقين الصواب أنها خبر لمبتدأ محذوف، مش أنها مبتدأ وأخبر عنه بمرج البحرين ليس بذلك. نعم. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة ربي بالذات، لكن الصواب الأول ليه؟ لأنها تفيد أنها نعمة مستقلة ودلالة على قدرته دلالة مستقلة. يعني أنا لو قلت رب مبتدأ ومرج البحرين يبقى الآية الدالة على القدرة والنعمة هي كونه مرج البحرين، يبقى رب المشرقين مش مستقلة. فاهم يا ابني؟ يعني انا لما اقول رب المشرقين ورب المغربين بس، هو رب المشرقين ورب المغربين، يبقى دي ايه؟ نعمة مستقلة وآية مستقلة. لكن لو قلت رب المشرقين مرج البحرين يلتقيان، يبقى الآية ليست إلا فيما تتم به الفائدة، لأن الخبر هو إيه؟ الجزء المتم الفائدة. يبقى كأن الفائدة لا تتم ولا يظهر كون ذلك آية إلا بكونه مرج البحرين. فاهم يا ابني؟ نعم. وقرأ أبو حيوة أبي عبلة ربي بالجر على أنه بدل من ربكما، فبأي آلاء ربكما يكذبان؟ طبعا دي قراءة شاذة يعني. مما في ذلك من فوائد لا تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل في وقته. مرض البحرين أي أرسلهما وأجراهما من مرض في الدابة في المرعى أرسلتها. يا من مرجت الدابة في المرعى أرسلتها. والمعنى أرسل البحر الميقة والبحر أرسل البحر الميقة والبحر العرض يلتقيان أي يتجاوران وتتماس سطوحهما لا فصل بينهما في مرء العين. وقيل أرسل بحرين فارس وبرون يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان ينشعبان منه. وروي هذا عن قتادة لكنه أورد عليه أنه لا يوافق قوله تعالى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا محن أجاج.
تمام. والقرآن يفسر بعضه بعضا. تمام. وعليه قيل جملة يلتقيان حال مقدرة إن كان المراد إرسالهما إلى المحيط أو المعنى اتحاد أصلهما إن كان المراد إرسالهما إليه. يسبق بس. وعليه قيل يا سيدي تاني أصلا مشغول بال لسه ببيان حكاية البحرين يكونوا عذب ولا لا. بس ايوه بس الحتة الاخيرة دي تاني كده. يلتقيان اي يتجاوران وتتماس الخطوط ما لا فرق بينهما في مرأى العين. وقيل ارسل بحرين فارس والروم يلتقيان في المحيط. لانهما خليجان يلتعبان منه. وروي هذا عن قتادة لكنه اورد عليه أورد عليه انه لا يوافق قوله تعالى مرض البحرين هذا عذب فرات وهذا مفرق جاد. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وعليه قيل جملة يلتقيان حال مقدرة إن كان المراد إرسالهما إلى المحيط أو المعنى اتحاد أصلهما إن كان المراد إرسالهما إليه. شوف يا فين. أولا مرج البحرين، المراد من البحرين يا أولاد وده الشيء المعروف لجميع العرب والذي لا يتبادر إلى الفهم سوى إن البحرين المالح والعذب. وأكثر من هذا أنه وردت آيتان في القرآن تدلان على هذا. قوله في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والآية الثانية بتاعت فاطر مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. والقرآن يفسر بعضه بعضا. من العجب بقى وده اللي ماشي عليه أصحاب الإعجاز العلمي دلوقتي إن البحرين مش كده، البحران كلاهما ملح وبيتوسع استنادا الى ما ذكر عن قتادة ان كان فعلا قتادة قال هذا، وان كان قتادة قال هذا يبقى لمرآه الخاص عندما ابصر بانتقالاته في الامصار الخليج الفارسي والخليج المتصل ببحر الروم زي ما بيقول عليه بتاع تركيا، ورآهما يذهبان الى المحيط زي ما بيقول. فقال دول يبقى البحرين هم دول، لكن هذه غفلة من قتادة واستمسك بها للأسف الشديد أصحاب الإعجاز العلمي بس بتوسع أكثر من كده. فيجي يقول لك إيه؟ يقول لك دلوقتي
اختلاط البحر الابيض بالاحمر مثلا. يقول لك دلوقتي لما بيجوا يختلطوا ببعض بيبقى فيه في الوسط جزء عند الاختلاط ليس فيه خصائص اي منهما بالضبط، بل تكون للجزء الوسط الذي وقع عنده الاختلاط خصائص مخصوصة من حيث شدة الملوحة ومن حيث الحرارة والبرودة وما إلى هذا، يبقى له خصائص لائية مختصة بالبحر الأبيض ولا هي مما يختص بالبحر الأحمر. ويقول هو ده بقى البرزخ والحجر المحجوب. طبعا ده كلام ينبو عنه تفسير القرآن للبحرين، وينبو عنه الشيء الظاهر المعروف عند الكل. اللي خلاهم يقولوا هذا ويتمسكوا به ما أثر عن قتادة داولة. يعني اما تقفل ده يكون احسن يا ابني، ده المعمل يعمل لنا بتاع دوشة كده. يا واد يا بتاع الموبايل امال ايه دي؟ الصوت اللي عمال يقول ده يبقى محاضرة بره؟ معقولة دي؟ طيب المهم، ولذلك احنا نختار ان البحرين ايه يا اولاد؟ العذب والملح. العذب والملح. وبينهما برزخ لا يبغيان، زي ما هنا مرج البحرين يلتقيان. على أي حال بينهما برزخ لا يبغيان، يقول لنا إذا كان المراد كل قتادة يبقى الجملة بتاعت بينهما برزخ لا يبغيان، وهي من مبتدأ وخبر، خبر مقدم وبرزخ مبتدأ مؤخر لا يبغيان، تبقى تكون جملة إيه؟ حالية. ويبقى حال إيه بقى؟ مقدرة ولا يبقى مقدرة؟ لأنه عند إرسالهما عند إرسالهما أرسل كل واحد منهما، فعند إرسالهما وقبل وصولهما إلى المحيط لم يكن بينهما برزخ لا يبغيان. أو المعنى أنهما عند اتحادهما بالمحيط لا يبغي أحدهما على الآخر، لكن إحنا ما بنرجحش أصلا أن يكون المراد إيه؟ أنهما ملحان، بل أحدهما ملح والآخر عذب كما ذكرنا أكثر من مرة. نعم يا سيدي. بينهما برزخ أي حاجز من قدرة الله تعالى أو من أجرام الأرض كما قال قتادة. من قدرة الله تعالى، يعني لما نقول العذب بيختلط بالملح يا أولاد
ومع ذلك لا يبغي احدهما على الاخر. يبقى البرزخ ده ايه؟ اما ثقل الملح وخفة العذب، ولذلك لا يؤثر احدهما في الاخر، يعني لا الملح يطغى على العذب ولا العذب يصل الى ان يحول الملح الى عذب. ولا البرزخ الحواجز الارضية، فبين الملح وبين العذب اراضي، مش كده ولا لا؟ ايا كان الامر بينهما برزخ ولا يبغيان، فلو قلنا ان البرزخ حاجز من الارض هذا واضح، لكن الادل على هذا، الادل من هذا على قدرة الله تعالى، ان يراد من البرزخ ما اودع الله في كل منهما من الخصائص التي لا تجعل احدهما يبغي على الاخر. نعم يا لا يبغيان، اي لا يبغي احدهما على الاخر بالممازجة وإفراد الخاصية بالكلية. نعم. بناء على الوجه الاول فيما سبق. طيب. او لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما بناء على الوجه الثاني. ماشي، اللي هو الحاجز الارضي يعني. وروي هذا عن قتادة ايضا. وفي معناه ما اخرجه عبد الرزاق وابن عبد وابن المنذر عن الحسن، لا يبغيان عليكم فيغرقانكم. وقيل المعنى لا يطلبان حالا غير الحال التي خلقا عليها وتذكرا لها. فبأي آلاء ربكما تكذبان مما لهما في ذلك من المنافع. يأخذ منهما اللؤلؤ صغار الدر والمرجان كباره، كما أخرج ذلك عبد بن حميد 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 عبد بن حميد مش ابن حميد، ابن حميد. نعم. وابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه ومن ذلك، واخرجه عبد عن الربيع وجماعه منهم المذكورات، وابن مسر وابو ابي حاتم من طرقه عن ابن عباس، واخرج ابن جرير عنه انه قال اللؤلؤ ما عظم منه والمرجان اللؤلؤ الصغار. طيب. وأخرج هو وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه. طيب. وكذا أخرج ابن الأنباري في الوقت والابتداء عن مجاهد، وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلؤلؤ واللمعان، وفي المرجان معنى المرج والاستراق، فالأوفق لذلك ما قيل ثانيا فيهما. ايه اللي قيل ثانيا ثاني؟ اللؤلؤ ما عظم منه والمرجان اللؤلؤ الصغار. قلنا من اول اللؤلؤ والمرجان. يكون منهما اللؤلؤ صغار الدر. طيب. والمرجان كباره. ماشي. كما اخرج ذلك عبد بن حميد. وابن جرير. عن علي كرم الله تعالى وجهه وقدامه، واخرجه عبد عن الربيع وجماعه منهم المذكورات. طيب. وابن المنذر وابن ابي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، واخرج ابن جرير عنه انه قال اللؤلؤ ما عظم منه والمرجان اللؤلؤ الصغار. ده اللي بقى الالوسي بيرجعه الان. نعم. لانه اما نقول اللؤلؤ ملاحظ فيه معنى التلألؤ واللمعان، يبقى الكبيرة هتلمع أكثر من الصغيرة، الصغيرة هيبقى فيها شيء من الاختلاط،
لا يتضح فيها من اللمعان والتلألؤ ما في كبيرة. نعم. وأخرج عبد الرزاق والسرياني وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبري عن مسعود أنه قال: المرجان الفرج الأحمر. نعم. يعني البسج. 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 نعم. البسد وهو المشهور بتعارف. البسد. 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 واللؤلؤ عليه شامل للكبار والصغار. شامل للكبار والصغار، هو ده الأفضل على كل حال. لأن المرجان غير اللؤلؤ. ولذلك الشعاب المرجانية وبتاع بيتخذوا من المرجان. يتخذوا من المرجان خرز ويعملوا منه عقود وحاجات زي كده، بل بيعملوا منه كمان صبح وحبات يضعونها في الصبح اليسر، ويقولون انها تحول دون انقسام حب اليسر. على كل حال المرجان اتعملت منه صبح، انما اللؤلؤ شيء يعني افخم من هذا واعظم بكثير، و بيقولوا انه المحار حتى عملوا الان لؤلؤ صناعي كمان. لما اليابان لاحظت ان المحارة بعض المحار المخصوص وفي داخلها طبعا حيوان، لما بيدخل فيها جسم غريب اي قطعة غريبة من تراب من حجارة صغيرة، فبيقوم الجسم اللي بيقوم جسم هذا الحيوان يحدث من حول هذا الجسم الغريب الذي دخل فيه، يفرز إفرازات تحيط به، فهذا الذي هذا الإفراز الذي يفرز ويحيط بالجسم الغريب دي اللؤلؤة. فلما اليابان لاحظوا كده عملوا في البحار بتاعتهم، يجيبوا أجسام غريبة ويحطوها في المحار ويسيبوها لما تفرز هذا الإفراز ويبقى إيه؟ لؤلؤ. نعم. ثم إن اللؤلؤ بناء غريب، قيل لا يلفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة، هو والجؤجؤ الصدر وقرية البحرين. الجؤجؤ اللي هو صدر، صدر السفينة ولا حاجة يسموه جوجو، وقرية بالبحرين برضو اسمها جوجو بيقول. ها. والجوجو آخر الشهر. طيب. أو ليلة 25 و27. طيب. أو 28. طيب. أو 3 ليال من آخره. طيب. والجوجو بالباء الموحدة الأصل والسيد الضريب ورأس المكحولة. وإنسان على غير قياس، المفروض القياس بتاعتها مكحلة أي مكان الكحل أو مكحلة ما يكتحل به، يعني الآلة آلة الكحل، لكن على غير قياس قالوا كده المكحولة. نعم. وإنسان العين ووسط الشيء ده اللي هو البؤبؤ ده. نعم. واليؤلؤ بالياء آخر الحروف طائر كالباشا. نعم. ورأيت في كتب اللغة على هذا البناء غيرها، وهو الضؤبؤ الأضل للطائر. الإيه؟ الضؤبؤ الأضل للطائر. الأضل دقيق. ايه الاظل بضاء دي؟ ضاء.
لا هي مش كده. لا لا هو الاصل، الاصل للطائر هي كده. ها والنقنق بالنون المكثر تقريب الحدقه. طيب. والعاجز الجبان. طيب. ومن ذلك شؤشؤ دعاء الحمار الى الماء وزجر الغنم والحمار للمضي. طيب. او هو دعاء للغنم لتاكل او تشرب. طيب. واما المرجان فقد ذكره صاحب القاموس في ماده مرجه. طيب. ولم يذكر ما يفهم منه انه معرض. انه معرض. معرض. نعم. وقال ابو حيان في البحر هو اسم اعجمي معرض. وقال ابن جريج لم اسمع فيه بفعل متصرف. طيب. وقرأ طلحة اللؤلؤ بكسر اللام الأخيرة، وقرئ اللؤلي بقلب الهمزة المتطرفة ياء ساكنة بعد كسر ما قبل ما قبلها، وكل من ذلك لغة. نعم. وقرأ نافع وأبو عمر يخرج مبنيا للمفعول من الإخراج، وقرئ يخرج مبنيا للفاعل منه. ونقص اللؤلؤ والمرجان أن يخرج الله تعالى، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. نعم. وسكلت الآية على تفسير البحرين بالعدل والملك دون بحري فارس وروم، لأن المشاهدة خروج اللؤلؤ والمرجان من أحدهما وهو الملك. طيب. فكيف قال سبحانه منهما؟ نعم. وأجيب بأنهما لما التقيا وصارا في الشيء الواحد جاز أن يقال يخرجان منهما، كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميعه ولكن من بعضه. طيب. وكما تقول خرجت من البلد، وإنما خرجت من محلة من محاله، بل من دار واحدة من دوره. أنتوا فاهمين طبعا الاعتراض والجواب دلوقتي يا أولاد؟ يعني الوقت الاعتراض ايه؟ لو قلنا البحرين عذب وملح، طب اللؤلؤ والمرجان بيقولوا بيخرج من الملح بس، فكيف قال منهما؟ فده اللي بيجاوب عليه الالوسي الان، ان هما لما بيلتقي احدهما بالاخر وبيصير جزء من العذب داخل الملح فيصلح ان يقال منهما، كما تقول يخرج اللؤلؤ مثلا من البحر، وفي الواقع هو ما يخرجش من كل البحر، من جزء منه. خرجت من البلد وانت بتخرج من محلة معينة من محلات البلد، يعني لا ليس يلزم ان يخرج من كل منهما، من كل جزء منهما حتى يقال انه لا يخرج من العذب. فاهمين الكلام يا ابني؟ نعم يا سيدي. وقد ينسب الى الاثنين ما هو لاحدهما. كما ينسب الى جماعه ما صدر من واحد منهم. ومثلهما في الانتصار على رجل من القريتين عظيم. طيب. وعلى ما نقل عن الزكاه على رجل من القريتين، مع ان لازم الرجل يكون من ايه؟ ايه؟ الانتصاب ده حشيت ابن المنير على الكشاف مطبوعة معاه، فالشيخ ابن المنير عمل حشي على الكشاف يرد بها على كل نقاط اعتزاله مطبوعة معاه. نعم يا سيدي. وعلى ما نقل عن الزجاج سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا، مع ان القمر ليس في السبعة كلهم. نعم. وقيل إنهما لا يخرجان إلا من ملتقى العذب والملح ويرده المشاهدة. طيب.
يكون أقوى. ثانية. وكأن من ذكره مع ما تقدم لم يذكره لكونه قولا آخر، بل ذكره لتقوية الاتحاد، فحينئذ تكون علاقة التجوز أقوى. يعني اللي بيقول لنا انه الخروج من ملتقاهما موضع التقاء العذب والملح هو اللي بيخرج منه اللؤلؤ والمرجان، وهذا يمده المشاهدة، وبالشكل ده ما يبقاش المراد من هذا القول الحقيقة، ما يبقاش المراد الحقيقة، إنما يبقى كل مراده تقوية اتحاد البحرين في موضع، اتحاد البحرين في موضع، ما يبقاش كل مستقل، وبالشكل ده يبقى هو إلى التجوز أقرب منه إلى الحقيقة، لأن المشاهدة قرينة ترد أن يراد الحقيقة، فالمشاهد إنها ما بتخرجش. الله أكبر الله أكبر.
فبنقول يا أولاد مش معقول يكون مقصود من يقول إن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من ملتقى البحرين العذب والملح، مش معقول يكون المقصود من هذا الحقيقة، لأنه ليس من الغفلة بحيث يمكن قرينة المشاهدة الحسية، فالمشاهدة الحسية بيطلعوا اللؤلؤ من الخليج ومن البحر الملح من وسطه ومن كذا، انما مش عند التقاء العذب بالملح. فيبقى كل مقصوده هنا بيان اتحاد البحرين بس، ولذلك يبقى منهما، يبقى المقصود منه التجوز يعني من احاديهما بالشكل ده كده. نعم يا سيدي. وقال ابو علي الفارسي: هذا من باب حذف المضاف، والتقدير يخرج من احدهما. طيب. وجعل من القريتين من ذلك. طيب. وهو عندي تقدير معنى لا تقدير اعراب. طيب. وقال الرمادي: العذب منهما كاللقاح للملح. كاللقاح. كاللقاح للملح. للملح. نعم. فهو كما يقال: الولد يخرج من الذكر والأنثى أي بواسطتهما. يعني على كل حال كله كلام بقى. وقال ابن عباس وعكرمة: تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر، لأن الأصداف في تمر النيسان تتلقى ماء المطر بأفواهها فتتشعب. شعب النيسان اللي هو يا أولاد؟ رابع. أيوة كده ماشي. تتكون منه. وإذا تقيل في الجد، وجعل عليه ضمير منهما للبحرين باعتبار الجنس، ولا يحتاج اليه بناء على ما اخرجه ابن جرير عنه ان المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الارض. هاي. واخرج هو وابن المنذر عن ابن مش محتاجه جنس بقى، ما دام هو المطر ويخرج منهما يبقى بحر السماء وبحر الارض وكذا. وأخرج هو وابن المنذر عن ابن جبير نحوه، إلا أن في تكون المرجان بناء على تفسيره في المثل من ماء المطر كاللؤلؤ ترددا، وإقبال إنه يتكون في نساب. نعم. وقال بعض الأئمة: ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام الناس. ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب، وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الملح. يعني ده استفهام إنكاري. من علم؟ من علم؟ إيش عرفكم إن ما بيخرجش من العذب أيضا؟ هيقول لك إن كلام الله وظاهر كلامه أولى بالاعتبار من كلام الناس. فما فيش حد يعني استوعب كل جزء من الماء العذب ولم يجد فيه لؤلؤ. هذا كلام ملوش معنى الآن، كلام ملوش معنى الآن يا أولاد. يعني العلم الآن، كنا نقول إن العلم ما اكتشفش إلى الآن إن الماء العذب لا يخرج منه لؤلؤ أبدا ولا مرجان، كلام ما يصلحش الآن. الكلام ده كان يصلح أيامهم قبل حكاية الغواصين، مش بس الغواصين، لا يعني الغواصات، السفن اللي بتغوص تحت الماء، والأقمار الصناعية، وأشياء كتيرة. يعني مش ما عادش الكلام ده يصلح الآن. نعم. ولكن لما قلتم أن الصدف لا يخرج بأمر الله تعالى من الماء العذب إلى الماء منه، فإن خروجه محتمل تلذذا بالملوحة. هل يعني يبقى الأصل بتاعه فين؟ العذب وطلع للملح، يعني كله بقى كلام بكلام. كما تلذذ المتوحمة بها في أوائل حملها حتى إذا حاجات غريبة خالص. نعم.
يقول حتى إذا خرج لم يمكنه العودة. طيب. وكيف يمكن الجزم بما قلتم وكثير من الأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا مساويد وداروا البلاد؟ طيب. فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم؟ والله تعالى أعلم. يعني. نعم. قبل يعني وهو أيوة، لأنه ما يتعينش أن يراد من القريتين تقدير مضاف، بل التوجيه الذي وجه أولا وهو أنه يضاف، وهو أنه يراد من الاثنين ما يراد من الواحد، ويبقى البحرين يكفي ان يكون جزء منهما زي دخلت البلد خرجت من البلد، هذا اولى من ان اقول هناك محذوف. ولذلك هو المراد من القريتين ايه؟ احدهما. لكن هل يتعين ان يكون ذلك على تقدير مضاف؟ فهو بيقول لك هذا تقدير معنى لا تقدير معنى، يعني المراد من القريتين صحيح ايه؟ احدهما، ده من حيث المعنى. لكن هل يلزم تقدير مضاف؟ ما يلزمش تقدير مضاف. نعم. يقول احد القريتين، احد القريتين على رجل من احدى القريتين ومرج البحرين يخرج منهما من احدهما. فبيقول لك ان تقدير المضاف هنا ليس بلازم، الاصل عدم التقدير، ولذلك سيبقى ده حل معنى لا حل اعراب. نعم. ومن غريب التفسير ما اخرجه ابن عباس رضي الله عنهما قال مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمه رضي الله تعالى عنهما بينهما برزخ لا يبغيان النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى يعني الكلام بقى السيء. نعم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. والله. واخرج عن غياث بن مالك انس بن مالك نحوه. لكن لم يذكر فيه البرزخ. وذكر الطبرسي من الإمامية في تفسيره مسمع البيان الأول بعينه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الثوري، والذي أراه أن هذا إن صح ليس من التفسير في شيء، بل هو تأويل كتأويل المتطوفة لكثير من الآيات، وكل من علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عندي أعظم من البحر المحيط علما وفضلا، وكذا كل من الحسنين رضي الله تعالى عنهما أغنى وأبهج من اللؤلؤ والمرجان بمراتب جاوز الحد الحساب. فبأي آلاء ربكما تكذبان مما في ذلك من الزينة والمنافع الذليلة؟ فقد ذكر الأطباء أن اللؤلؤ يمنع النفقات والبقر وضعف الكبد والكلى والحصى وحصى البول. ما الكلى مش الكلى. نعم. واليرقات وأغراض القلب والسموم والوسواس والذنوب والتوحد والرب شربة والجذاب والبرق والبقر والآثار مطلقا من قلي إلى غير ذلك. وأن المرجان أعني بالبشر يفرق يفرق يفرح ويزيد فساد الشهوة ولا تعليقا. ماشي. ولفت الدم والطحال والطحال شربا والدمع والميار والسلاب والجرب كحلا إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتبه. وله الجوار السفن جمع جارية وخصها سبحانه بأنها له وهو تعالى له ملك السماوات والأرض وما فيهن، للإشارة إلى أن كونهم هم منشئيها لا يخرجها من ملكه عز وجل، حيث كان تمام منفعتها إنما هو منه عز وجل. مضبوط.
وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو الجوار بإظهار الرفع على الراء، لأن المحذوف لما تناسوه أعطوا أو أعطوا ما قبل الآخر حكمة، كما في قوله لها ثنايا أربع حسام وأربع حسامها ثمان. فثمان دي المفروض ثماني كهياء يعني، فهو قال ثمان كلها ثمان. نعم. المنشآت أي المرفوعات الشرع، كما قال مجاهد من أنشأه بمعنى رفعه، وقيل المرفوعات على الماء وليس بذلك، وكذا ما قيل المرفوعات. وقرأ الأحمد وحمزة وزيد بن علي وطلحة وأبو بكر بخلاف عنه المنشئات بكسر الشين أي الرافعات الشرع، أو اللاتي يمسكن الأمواج بجريهن، أو اللاتي يمسكن السير إقبالا وإجبارا، وفي كل مجال. وسدد الشين ابن أبي عبلة وقرأ الحسن المنشآت. أيوه ماشي، الكلام ده كله مش محتاج مننا حاجة. ها. وحد الصفة ودل على الجمع المنصوب كقوله تعالى أزواج مطهرة، وقرب الهمزة ألفا على حد قوله. قول تاني يا ابني. وحد الصفة. لا قبلها. وقرأ الحسن المنشآت. لا ما زمانها بقى المنشآت وبقى. المنشآت يا عبد. أيوه. قول أما تشوف كده يا ابني. لأن وحد الصفة ما تنفعش إلا كده. ها. وحد الصفة ودل على جمع الموصوف كقوله تعالى أزواج مطهرة. ماشي. يبقى كده. وقال الهمزة أليفا على حد قوله. المنشآت بقى. المنشآت. إيه؟ المنشآت. يا بني. ما بقول لك قلب الهمزة ألف أهو. يبقى لازم تكون المنشآت. المنشآت. على حد قوله إن السباع لتهزى في مرابضها. نعم. يريد لتهزى. يعني الوقت اللي قرأ ودي قراءة شاذة. وله الجواج المنشات في البحر كالأعلى. المنشات طبعا التيه دي ما تبقاش تيه الجمع. لكن هي مربوطة. تيه الجمع لازم تكون تيه ايه؟ مفتوحة. فبيخرج القراءة وإن كانت شاذة. بقول لك وحد الصفة التي هي للجمع الموصوف على حد أزواج مطهرة. طب لكن إزاي اتعملت منشاة؟ قال لك الأصل منشاة قلب الهمزة ألف زي إن السباع لتهدى في مرابض. ماشي. يريد لتهدى. طيب. والتاء لتأنيث الصفة كتب الساع على لفظها في الأصل. طيب. في البحر كالأعلام كالجبال الشامخة جمع علم وهو الجبل الطويل. طيب. فبأي آلاء يصف ما تكذبان من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تسجيلها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. كل من عليها فان اي على الارض التي وضعت للانام من الحيوانات والمركبات، ومن للتغليب او للثقلين. يعني كل من عليها ولا ما عليها يا اولاد؟ المفروض ان من للعاقل. طيب وغير العاقل؟ قال لك ان الكل هو داخل تحت من؟ اما بطريق التغليب. ويبقى من معناها ما، لكن غلب العقلاء على غير الايه؟ العقلاء. ولا المراد بمن؟ الثقلين بالذات. الاول اولى. الاول اولى. نعم. ثالث ويبقى وجه ربك اي ذاته عز وجل. والمراد هو سبحانه وتعالى. احنا بقى عند ويبقى وجه ربك دي نقف عندها يا اولاد. ليه؟ كلام كثير. فيها كلام كثير.
محتاج مننا كلام في الصفات وكلام، فنقف عنده ويبقى وجه ربك. دي الشيخ نفسه هيذكر لنا كلام كتير خالص عايز الزوجة. حذف المضاف إليه ونوي معناه تبنى، دي الحالة الوحيدة اللي تبنى فيها. أما إذا حذف المضاف لفظا ومعنى فنونت، أو ذكر المضاف، أو حذف المضاف ونوي لفظه، ثلاث أحوال بتعرف. اللي هو ايه لو في حالة واحدة؟ بنقول تبنى في حالة واحدة. تبنى في حالة واحدة. وتعرب في ثلاث حالات. هي لها أربعة أحوال. أو أربع أحوال. حالة واحدة تبنى فيها، والثلاثة ايه؟ تعرب فيها. فإذا ذكر المضاف إليه تعرب، يعني لما تقول من قبل هذا اليوم تعرب لا تبنى. إذا حذف المضاف إليه لفظا ومعنى تنون وتعرب. أساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، ولا الفرات تعرب. إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه برضو تعرب، إنما إذا حذف ونوي معناه لا لفظه في الحتة دي بس ايه؟ تبنى. ومثل قبل بعد، ومثلها اسماء الجهات الست، وراء وخلف وقدام. والمشرق والمغرب موحدة كده شامل، والمشرقين والمغربين زي ما قال لك مشرق الشتاء ومشرق الصيف وغيرها.